بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث اليوم عن موضوع مهم آخر يمس حياة الجميع، ألا وهو منظومة القيم. منظومة القيم ترتكز على ثلاث ركائز رئيسية، وهي الأم الواعية والمعلم المخلص والمثال الحسن. وسنفرد اليوم هذه الحلقة للحديث عن الأم الواعية، لأنها أساس هذه المنظومة ورافدها الأصيل، لارتباطها ارتباطا وثيقا بنشأة الجيل وتكوينه وإخراجه للمجتمع. فالأساس إن اعتدل كان البناء ممكنا، وبعكس ذلك يكون البناء محالا. ونقصد بالأم الواعية هي الأم الصالحة المدركة للواقع والحقائق التي تجري من حولها، وذلك عن طريق اتصالها مع المحيط الذي تعيش فيه، الأمر الذي يسهم في خلق حالة من الوعي لديها بالأمور التي تحدث من حولها، على الأقل في محيط البيت والعائلة. مع هذا الكم الهائل من التحديات التي تواجه الفرد والمجتمع، خاصة مع تزاحم التكنولوجيا وما أصبح في متناول اليد من وسائل اتصال، إدراكها بما يجري من حولها يجعلها أكثر قدرة على إجراء المقاربات والمقارنات، وبالتالي ستصبح أكثر قدرة على اتخاذ القرارات الصائبة، سواء كان ذلك في حياتها أو حياة أبنائها أو حياة من حولها. ويزداد الوعي لدى الأم بالقراءة والتجربة واليقظة والتأمل، وينقص بأضداد هذه الأمور، أي بالجهل وعدم الخبرة والغفلة وإهمال العقل. ولنا في التاريخ العبر الكثيرة التي تدلل على أهمية نشأة الفرد نشأة مستقيمة. فقد بنى الصينيون سوراً وصف بالعظيم لشدة علوه وضخامته، ولكن النتيجة كانت أن تعرضت الصين للغزو 3 مرات خلال القرن الأول من عمر الجدار، حيث لم يكن الغزاة بحاجة لاختراق السور أو تسلقه، بل كانوا يدفعون الرشاة للحراس ثم يدخلون عبر الأبواب. لقد بنى الصينيون الجدار آنذاك، لكنهم نسوا بناء الحراس وغفلوا أهمية ذلك. فلو اهتم الإنسان ببناء جيل واع ورأي عام مستنير، لاستطعنا تحقيق الإصلاح المطلوب وصولا إلى إحداث التغيير المشهود. وقد أدرك الأعداء مدى عظمة دور الأم الواعية وتأثيرها في الأجيال، لذا كان شغلهم الشاغل ولا يزالون هو هدم الأسرة من خلال تغييب دور الأم وجعلها تخجل من دينها وحجابها. فإذا غيبت الأم الواعية واختفى المعلم المخلص وسقط المثال الحسن، حلت الكوارث واستبيحت الأوطان وسقطت الحضارات. ولا نبالغ بالقول بأن الإعداد الصحيح للأم الواعية وباقي المقومات القيم هي حجر الأساس لتجاوز التحديات الخطيرة والعقبات التي تهدد وجودنا، والخيار الوحيد لمساعدة الأجيال على الاستمرار والبقاء والعطاء. ولا نبالغ بالقول بأن الإعداد الصحيح للأم الواعية وباقي مقومات القيم هي حجر الزاوية لتجاوز التحديات الخطيرة والعقبات التي تهدد وجودنا، وهي الخيار الوحيد لمساعدة الأجيال على الاستمرار والبقاء والعطاء، ونقطة الشروع للنهضة بالأمة واستعادة مكانتها ووضعها الطبيعي بين الأمم. فقال الشاعر: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. لابد أن نأخذ هذه الكلمات بعين الاعتبار لخلق أسر واعية وجيل راشد، ولا بد لنا أن نعد أبناءنا ونغرس فيهم قيم الانتماء النبيلة، لنعد ذلك الجيل النظيف المتعاون الخلوق الذي يحمل المعاني والدلائل السامية، وتبتعد أقدامه دائما من مزالق السفاسف وترهات الحياة، ليكون الجيل قادرا على بناء الغد المشرق وصناعة المستقبل الواعد لبلده وللأمة جمعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.